بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حنشوف واحد من المواقع اللي هو ظاهر قدامنا هنا، اللي هو اسمه ethdocs.org، في اختصار لإثيريوم. ف بيتكلم أول حاجة، بعرف السمارت كونتراكت اللي هو بيقول الكونتراكت is a collection of code. الكود بيكون طبعا في شكل functions, it is functions و data، يعني كود و data. الكود بيكون في شكل functions و data بتكون ال state تحت ال contract that resides at a specific address on the Ethereum blockchain. يعني ال contracts هو collection of code و data بتكون موجودة في عنوان معين في الإيثيريوم بلوكتشين. Contracts accounts are able to pass messages between themselves as well as doing practical. يعني الكونتراكس ممكن عندها المقدرة تتبادل الرسائل بيناتها. Turning complete computation. Contracts live on blockchain in Ethereum specific binary format called Ethereum Virtual Machine EVM bytecode. يعني الكونتراكس دايما بتكون في البلوكتشين في حاجة اسمها ال EVM اللي هي Ethereum Virtual machine bytecode زي Java virtual machine. Contracts are typically written in some high level language، يعني تكتب بلغة high level language زي حاجة واحدة من اللغات اللي بتستخدم في كتابة الكونتراكت اسمها Solidity، هنشوف ان شاء الله عنها في دروس قادمة. And then compiled into bytecode to be uploaded on the blockchain. يعني بعد ما نكتب الكود باللغة الـ High Level Language زي Solidity نعمل له compilation يتحول إلى بايت كود اللي هو EVM بايت كود، وبعد ذاك يحصل له uploaded في البلوكتشين. بالنسبة للـ High Level Language اللي بتستخدم في الإيثيريوم، contracts قلنا live in the blockchain in Ethereum specific binary format اسمه Ethereum Virtual Machine bytecode that is executed by the Ethereum Virtual Machine. Ethereum Virtual Machine بتعمل execution لل bytecode. However, contracts are typically written in a higher level language and then compiled using EVM compiler into bytecode to be deployed to the blockchain. يعني انت بتكتب الكونتراكت بلغة زي Solidity وبعد ذاك بتعمل له compilation عشان يتحول الى EVM بايت كود، وبعد ذاك تعمل له deploy او upload في البلوكتشين. امثلة للغات اللي ممكن نكتب بها الكونتراكت، اشهرها Solidity، وفي تاني لغة اسمها Serpent، وفي لغة ثالثة اسمها LLL اللي هي Lisp-like language، وفي لغة ثانية اسمها Mutant. لما نجي نعمل writing لل writing account no language will be complete without a hello world. طبعا ده كيف انا اكتب الكونتراكت، فدايما اي لغة تلقى فيها المثال بتاع الهالو وورد حقنا في كتابة اي برنامج جافا سي غيره بتلقى فيه اكزامبل مع اللغه. فنحن حنشوف الهالو وورد في في الكونتراكت كيف انشي كونتراكت بيعمل كلمه هالو وورد. طيب عندي هنا الكود بتاع الكونتراكت، بكتب كلمه كونتراكت بعدين الاسم اسم الكونتراكت هالو وورد، وبفتح غوص زي كده بداية الكونتراكت ونهاية الكونتراكت هنا.
بعرف حاجة اسمها print، بقول event print string out، وبفصل دائما بين الأوامر بسيمي كولون ده الجافا. بعد ذاك هنا عملت function، دي بداية الفانكشن هنا ونهاية الفانكشن هنا. الفانكشن دي بتعمل للإيفنت ده برينت، مش برينت أمر، وإنها الإيفنت برينت وفيه هالو وورد. معناها الكونتراكت ده بيعمل كرييت لحاجة اسمها لوج انتري. اللوج انتري وين في البلوك تشين، نوع شنو؟ نوع برينت، والبارامترز حقته هالو وورد. دي كيف فكرة بسيطة انه انا اعمل برنامج بالسمارت كونتراكت. والى لقاء في درس اخر.